مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. أهلا بكم. دخلت المنطقة مدار التسخين الأمني من باب تحرك إسرائيلي لافت تمثل بتنفيذ غارات مفاجئة على ريف دمشق، حملت سوريا تل أبيب مسؤوليتها. إسرائيل ادعت أن الغارات استهدفت قافلة أسلحة في طريقها لحزب الله، رغم أن الهجوم تركز على موقعين سوريين قرب مطار دمشق ومنطقة الدماس بريف العاصمة السورية. وفي بيان لها قبل قليل، اعتبرت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تثني دمشق عن إكمال محاربة الإرهاب، مؤكدة أنها جاءت بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري النظامي في دير الزور. وفي الجنوب، طلعات استكشافية للطيران المعادي على مدار النهار وتحركات ضمن المناطق المحررة في محيط الوزاني تندرج في إطار استحداث موقع تجسسي وفق ما أفاد مندوبنا. وبموازاة التسخين الأمني، تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية، ويواصل المفاد الروسي بوغدانوف جولته في المنطقة ويجري في تركيا محادثات مع المسؤولين هناك، فيما مدير الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية جان فرانسوا جيرو وصل بيروت تمهيدا لمحادثاته مع المسؤولين، والتي تركز في جانب منها على المساعدات الموعودة للجيش وقيام المجتمع الدولي بتأمين حلول للنازحين السوريين إلى دول الجوار بما يخفف الأعباء على الدول المضيفة. وتأتي زيارة المسؤول الفرنسي في إطار التحضير للمحادثات التي يجريها الرئيس سلام مع الرئيس الفرنسي أولاند في باريس التي يزورها الأربعاء. داخليا، وعلى بعد أيام من انطلاقة الحوار الموعود بين حزب الله وتيار المستقبل، مواقف مرحبة ومراهنة على تنفيس الاحتقان وتطويق محاولات زرع الفتنة. واليوم أيضا البزالية بقيت قبلة اللبنانيين من كل الاتجاهات، ووقف أهالي المخطوفين العسكريين صفا واحدا لتقبل التعزية بالشهيد علي البزال في دارة والده، مناشدين الحكومة الحسم في ملف أبنائهم. بداية من الغارات الإسرائيلية على سوريا التي جاءت بالتوازي مع استمرار غارات التحالف الدولي على مواقع المجموعات المسلحة في سوريا والعراق. في تطور نوعي يؤشر إلى تصعيد ما في أفق الأزمة السورية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على موقع الدماس العسكري في ريف دمشق. وفي تفاصيل هذه العملية، أن الطيران الإسرائيلي استهدف ذات النقاط التي قصفها مطلع الشهر الخامس من العام الماضي وفق الإخبارية السورية، التي أشارت إلى أن العدو الإسرائيلي يرتكب عدوانا آثما على سوريا عبر استهداف منطقتين آمنتين في ريف دمشق، في كل من الدماس وقرب مطار دمشق الدولي المدني، لافتا إلى ألا خسائر بشرية. وفي الوقت الذي اتهمت سوريا إسرائيل بتنفيذ الغارات في دمشق، زعمت تل أبيب أن الغارات استهدفت أسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله. وبالتوازي مع الغارات الإسرائيلية على مواقع سورية، واصل التحالف الدولي شن ضرباته على مواقع تنظيم داعش في العراق وسوريا، كما وجه الطيران الحربي العراقي 3 ضربات لمواقع مسلح داعش في مدينة تكريت، ما أسفر عن إصابة العشرات. وتزامنت هذه الغارات مع نفي طهران ما أشيع عن تنفيذ طيرانها الحربي ضربات جوية على مواقع لداعش في العراق. إلى ذلك، كانت داعش قد منيت بسلسلة انتكاسات على أكثر من محور، فعلى جبهة دير الزور تمكنت القوات النظامية من صد هجوم عناصر التنظيم على المطار العسكري. أما على جبهة كوباني، فقد ساهمت غارات التحالف الدولي في إيقاف الزحف الداعشي نحو المدينة، كما أدى الحصار الجزئي الطويل لكوباني وصمود وحدات حماية الشعب الكردي إلى استنزاف المتطرفين، ويأتي ذلك في وقت استمرت الاشتباكات العنيفة شرق المدينة. سياسيا، ذكرت صحيفة الوطن السورية أن موسكو تكثف اتصالاتها لعقد لقاء تمهيدي للمعارضة في العاصمة الروسية قبل الشروع في الحوار السوري المزمع عقده. كررت طائرات العدو الإسرائيلي طلعاتها الاستكشافية فوق مناطق الجنوب، وبعد الظهر أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن إطلاق رشقات رشاشية ثقيلة باتجاه محيط موقع رويسات العلم وصولا إلى جبل السدانة. وأفادت الوكالة عن تركيب أجهزة تجسس فوق عمود في الطرف الغربي لموقع السماعة،
وفي منطقة الوزان أفاد مندوبنا إدوار العشي أن قوة مشاة إسرائيلية أقدمت على اجتياز السياج التقني اليوم لناحية الاستراحة وصولا إلى تلة مشرفة بمواكبة من دبابات العدو. وأشارت المعلومات إلى حفر موقع ومخابئ للدبابات في المنطقة. بالمقابل كثف الجيش اللبناني دورياته المشتركة مع قوات اليونيفيل. البزالية تعيش أجواء الحزن والغضب على الشهيد علي البزال، وأهالي العسكريين حضوا الرئيس سلام على أخذ الموقف الشجاع بأنه قادر على إعادة أولادهم خلال أيام قليلة كما قالوا. زهراء بكرة وقت بنته لعلي تسألك عنه، لعلي شو رح تقولي له؟ شو بدي أقول له؟ بدي أقول البابا راح يا مرام، ما عاد لك أب. صوتي يديني بلاب. بابا طلع عالسما ما عاد يرجع. ما عاد اللي غير شمر ثيابه وشمر ثيابه. رحمة الله على الشهيد علي البزال بعدما عانى ظلم البشر حتى الموت. هي لحظات أكثر من مؤثرة ومحزنة وغاضبة عاشتها البزالية التي وصلها أهالي العسكريين حاملين حزنهم على الشهيد علي البزال وخوفهم على أبنائهم الذين ما زالوا في قبضة الإرهابيين مهددين كل لحظة بالمصير نفسه بعدما رأوا الموت عشرات المرات طوال الأشهر الماضية. كنا نتمنى أن نكون هنا لنقدم التهاني بعودة علي، فإذا بنا نعزي بالشهادة. هذا ما قاله أهالي العسكريين الذين قصدوا البزالية لتقبل التعازي إلى جانب العائلة المفجوعة، وبكلمات ممزوجة بالألم والغضب توجهوا برسالة إلى الحكومة اللبنانية. منقول لك يا دولة الرئيس، ما بقى بدنا نفجع ولا بأي ولد من أولادنا. خذوا الموقف الشجاع حضرتك وطالع أولادنا بالساعات المقبلة، لأنك قادر أنت على هذا الوضع. حتكون تراتنا مش بعرسيل، حتكون تراتنا عندكم بالسرايا الحكومة. باسم الأهالي حملنا الدولة اللبنانية بحكومتها كفاها نسفا للدماء وكفاها استهتارا بالأسرى والشهداء. أرسال، نحن على يقين إنها كلها مختطفة. ما ذنبها الأرسال؟ فيها الأطفال وفيها النساء وفيها الحبايب. بدي أقول وصلنا لمرحلة فيها نوع من الضياع. كنت عم بتخيل بنته كيف عم تتمرمغ قدام عيوني عزفته وهي عم تلعب، ما أنا عارف شو عم تعمل. شفت أمه عم تبكي، ما قدرت مسح لها دموعها لأنه كان بدي مين يمسح لي دموعي. عدد من الشخصيات قدم واجب العزاء لعائلة الشهيد، بينهم وفود مثلت دار الفتوى وطيار المستقبل والحزب الاشتراكي، إضافة إلى وفود نيابية وشخصيات وممثل مدير قوى الأمن الداخلي المقدم محمد ناصر. وشمالا فتح أهالي العسكريين المخطوفين أوتوستراد القلمون بعد أن كانوا قد أغلقوه بالاتجاهين، وكان الأهالي قد أكدوا أنهم لم يحصلوا على أي تطمينات من الجهات الرسمية، وأشاروا إلى مبادرة أعلنت عنها هيئة العلماء المسلمين موضحين أنهم بانتظار أي اتصال منها. وفي منطقة النبطية أقيمت مراسم احتفالية في بلدة كفر رمان لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المعاون أول محمد علي نور الدين الذي استشهد خلال تفكيك عبوة في بلدة عين عطا، بحضور فعاليات دينية وعسكرية واجتماعية. وفي كلمة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للمناسبة أكد السيد علي مكي أن التكاتف اللبناني حول الجيش يحمي الوطن ويهزم المخططات والفتن التي تحرك. في عكار عقد أهالي بلدة مشحة مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم أكدوا فيه رفض إقامة مخيم إيواء للنازحين السوريين، وناشدوا محافظ عكار نقل المخيم المنوي إنشاؤه إلى أماكن أخرى. وكان مشغولون قد عمدوا لليوم الثاني على إحراق عدد من الخيم المشغولة غير المأهولة، والأجهزة الأمنية تتابع التحقيقات. وفي بعلبك أقدم مسلحون يستقلون جبا على إطلاق النار باتجاه خيم للنازحين السوريين في حوش تل صفية، ما أدى إلى إصابة شخصين.
النائب فادي الأعور اعتبر أن الجنود المتبقين لدى الجماعات الإرهابية هم مشاريع الشهداء، داعيا إلى فتح معركة بشكل مباشر مع جبهة النصرة على امتداد الحدود اللبنانية الشرقية في مناطق تمركز المجموعات الإرهابية. الدولة اللبنانية هي بحكم الأسيرة، فجبهة النصرة استطاعت أن تأسر كل الدولة وليس فقط العسكريين. الكلام لعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب فادي الأعور. الأعور أكد أن الخطأ الأول الذي حصل هو وقف إطلاق النار في المعركة ضد الإرهابيين. للأسف هيدي الحكومة أو بعض هيدي الحكومة أو أكترية هيدي الحكومة ما بدها تعمل أي كونتاكت مباشر مع السوريين. مع القطري بيعملوا وساطة، مع السعودي بيعملوا وساطة، مع التركي بيعملوا وساطة، مع الأمريكي بيحكوا، بس مع السوري ما بدهم يحكوا تيقطعوا هذا الملف ويريحوا لبنان. ونحن عم ندفع ثمن الموقف السياسي لهذه الحكومة. كان في خطأ كتير كبير بالتعاطي مع هذا الملف، واليوم نحن أمام ساعة الحقيقة. الجنود المتبقين لدى جبهة النصرة هم مشاريع شهداء، هذه كلمة حقيقية. وصلنا إلى نتيجة التراخي في التعاطي مع الموضوع. الحل اتخاذ المبادرة وفتح المعركة بشكل مباشر مع جبهة النصرة على امتداد الحدود اللبنانية الشرقية بمناطق تمركز المجموعات الإرهابية والدخول إلى بلدة عرسال واعتقال كل الإرهابيين الموجودين داخل البلدة وبما فيهم الحوريات الموجودين في المعسكرات ببلدة عرسال. النواب عليهم أن يكونوا الصوت الصارخ ضد هذه الحكومة ووقفوا خط إمداد الإرهابيين من عرسال. هذا اللبنان عم يعيش وضع كتير صعب على كل المستويات. علينا أن نبادر، على المجلس النيابي أن يتخذ دوره بهذه المسائل كلها سوا. النواب عم يمثلوا الشعب، عم يمثلوا المناطق، عم يمثلوا أول الإمايات اللي عم يبكوا. لازم كل النواب يكونوا صوت صارخ بوجه هالحكومة والمؤسسات حتى يتخذوا الدور المطلوب لإنقاذ أبنائنا بالجيش اللبناني. وبالنسبة إلى حوار مستقبل حزب الله، لأن كلام سماحة السيد كان واضح بهذا الموضوع، إذا بده يحاور فريق عن فريق آخر بده يزيد المأساة على الساحة اللبنانية. خلينا نعيد الحق لأصحابه، حتى المسيحي ما يشعر بأي غبن ويحس إنه في حدا عم يفاوض عنه، أو حتى المسلم ما يحس إنه هو خارج هذه المسائل كمان وكأنه هو مش معني بها. خلينا نروح على الحقيقة الأساسية اللي هي انتخاب رئيس جمهورية من الشعب، عندها يكون الجميع متساوون في الرأي وفي المشاركة بصناعة رئيس جمهورية قوي يمثل اللبنانيين. البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي ندد بالإمعان في تفريغ المؤسسات، ولفت إلى حاجة العسكريين المخطوفين إلى رحمة الإفراج عنهم. ندد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بكل ما يجري في لبنان على المستوى السياسي، داعيا في عظة الأحد في بكركي إلى الصلاة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وإخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكدا أنه لا يمكن التمادي في صم الأذان عن صراخ المواطنين. فنددنا بكل ما يجري عندنا في لبنان على المستوى السياسي من إمعان في تفريغ مؤسسات الدولة وفي انتهاك الدستور والمراسيم والقوانين والأعراف وفي عدم انتخاب رئيس للجمهورية وفي سلب المال العام وفي التغطية السياسية للفساد وللتجاوزات والاستيلاء على أملاك الدولة وللاعتداءات على المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم ولسائر الجرائم. البطريرك الراعي أشار إلى أن ما يؤلمنا اليوم هو أن يبيع البعض نفوسهم وكرامتهم ويمتهنون لغة الكذب والتجني بواسطة التقنيات الإعلامية لقاء حفنة من المال يشتري بها ضمائرهم ممولون لأهداف سياسية أو عدائية أو هدامة. فما أجمل الحقيقة الموضوعية، إنها شرف الأحرار. واعتبر أن الرحمة هي حاجة جيلنا وعالمنا، حاجة العسكريين المخطوفين في جرود عرسال وأماكن أخرى، وحاجة أهلهم إلى رحمة الإفراج عنهم ووضع حد لآلامهم الطويلة.
وكان الراعي قد دعا في العشاء السنوي لمؤسسة البطريرك نصر الله صفير إلى التعالي على النزاعات والعيش يدا بيد موحدين لمجد لبنان. وفي العشاء الذي حضره عدد من الشخصيات السياسية أشار الكاردينال صفير إلى أن لبنان يحتاج إلى كل شعبه، خصوصا إلى جيل الشباب الذي هو محط الأمل بالمستقبل. جملات يرفض القوقعة المذهبية، ونديم الجميل يرحب بحوار المستقبل. حزب الله بعد الإعلان. أهلا بكم. بانتظار الترجمة المرتقبة لانطلاق الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، النائب نديم الجميل يصفه بالجيد، معتبرا أنه يجب أن لا يبحث في الشأن الرئاسي. مواجهة الإرهاب لا تتم إلا عبر دعم دولي وداخلي للجيش اللبناني، هذا ما أكده النائب نديم الجميل في حديث لتلفزيون لبنان. الجميل رأى أن الدولة مقصرة في مسألة العسكريين المخطوفين، مشددا على أن لبنان كله مخطوف ومهدد. لبنان أصلا عم يدفع، صار له أكثر من 3-4 سنين عم يدفع ثمن الصراع الإقليمي البارز بين السنة والشيعة بالمنطقة. لبنان عم يدفع ثمنه، كمان عم يدفع ثمنه، عم يدفع ثمنه بوجود حزب الله بسوريا، عم يدفع ثمنه بالإرهاب يلي فجر بيروت بعدة مراحل، دفع ثمنه بسبع أيار، دفع ثمنه اليوم عم يدفع ثمنه بعرسال. أكيد الوضع اليوم متأزم جدا بين السنة والشيعة، ولكن اليوم ما فينا نحط مخطوفي عرسال بموضوع بضمن هيدا الصراع فقط. لا، انا برايي اليوم لبنان كله مخطوف، لبنان كله مهدد، مش طائفه. نحن اليوم عم نفوت على قلب الصراع الارهابي بالبقاع. طيب هيك بدنا نوقع كل 6 شهور او كل شهرين او كل شهر بكمين يرحلنا 7-8 قتلى من الجيش اللبناني؟ الحوار بين المستقبل وحزب الله جيد، لكن يجب ألا يتطرق إلى انتخاب رئيس للجمهورية. إذا هيدا الحوار هو لتنفيسة الوضع وهيك يعني نوع من ترقية الأمور بين السنة والشيعة، شغلة مهمة جدا ولازم تصير. ولكن إذا بده يتخطى هيدا المرحلة ويتحول كمان إلى بحث برئاسة الجمهورية، لا يعني بيكون عم بضر، ما بيكون عم بيعمل أفعال حسنة. وأكد الجميل أن هناك فريقا سياسيا لا يريد أن ينتخب رئيس للجمهورية. اليوم إذا حزب الله لا يريد انتخاب رئيس جمهورية، مش لأنه ما عنده مرشح مفضل أو عنده مرشح ممكن يطرحه إن كان توافقه أو غير توافقه. اليوم حزب الله وفريق 8 أذار لا يريد انتخاب رئيس جمهورية. اليوم في تقاطع مصالح بين حزب الله يلي لأسباب سياسية ما بده انتخابات رئاسة جمهورية، والتيار الوطني الحر وخاصة ميشيل عون يلي لأسباب شخصية ما بده انتخاب رئيس جمهورية. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في خلال رعايته افتتاح المؤتمر العام للشباب التقدمي دعا إلى الخروج من القوقعة المذهبية والحروب العبثية من أجل مستقبل لبنان. مستقبل لكم، نحن بحاجة إليكم في الحزب، في الوطن، في فلسطين، في العالم العربي. المستقبل لكم في دوركم الانفتاحي والحوار مع الجميع. المستقبل لكم في الانخراط الضروري بقضايا النقابية والعمالية. المستقبل لكم في إعطاء الحزب نشاطا جديدا في مناطق تراجع فيها الحزب، في الإقليم، في الجنوب وفي غيرها من المناطق. لابد من أن نخرج أيضا من هذه القوقعة التي غرقنا فيها على صعيد المذهبي. المستقبل لكم، وأثبتتم من حسان أبو إسماعيل إلى أنور إلى غازي إلى وائل إلى خضر إلى غيرهم أثبتتم أنكم تستطيعون تثبيت مبدأ النخبة في قيادة المجتمع، والنخبة من أجل التطلع إلى المستقبل. أتمنى لكم كل النجاح، وأتمنى أيضا أن يكون هناك مشاركة حقيقية للعنصر النسائي، للمرأة، من أجل المستقبل، للخروج من هذا التمييز الغير لائق في لبنان. المستقبل لكم في التواصل مع هذا الشباب العربي، حتى ولو كان تائه وغارق في المذهبيات وفي العصبيات، لابد من إخراجه من هذا التيه، من أجل تصويب البوصلة والخروج من هذه الحروب العبثية، من أجل فلسطين، من أجل المستقبل.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قووق اعتبر أن قتل عسكري الشهيد علي البزال جريمة بحق الوطن والسيادة، لأن دماء العسكريين ليست رخيصة، ومؤكدا مضي حزب الله في الحوار الداخلي الذي يمثل ردا على جرائم المجموعة التكفيرية، مؤكدا ضرورة التكاتف الداخلي. مزيد من الأخبار المحلية بعد هذا الفاصل. لذت الفرقة الروسية للرقص الشعبي والغناء دعوة وزارة السياحة لزيارة مغارة جعيتا التي أثارت دهشتهم، كما أعلنت الشركة المنظمة لنشاط الفرقة في لبنان. نشاطات محلية متفرقة أخرى في هذا التقرير. بحضور وزير التربية الياس وصعب والوزير السابق فادي عبود وحشد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين، تألقت احتفالات الميلاد في دهور الشوير بوحدة كنسية تعمدت بالوطنية، بحيث أنشدت الصلوات الإسلامية والمسيحية داخل كنيسة المخلص في البلدة. من زوطر الشرقية، الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادي طرح مبادرة لتوحيد الحزب بعد الانقسامات التي طالته في السنوات الأخيرة، مطالبا المنتمين السابقين بتقديم اقتراحاتهم لتقبل المناقشات في هذا الاتجاه. ونبقى في الجنوب، حيث افتتح نادي الروتري في صيدا عددا من الآبار الارتوازية. زارت النائبة بهية الحريري مطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك مهنئة راعي أبرشية صيدا ودير القمر المطران إلي حداد، كما عزت عائلة الشهيد البزال معتبرة أنه شهيد كل بيت لبناني. أقامت لجنة رعاية البيئة وكشافة البيئة في لبنان حملة تشجير في جبل البير عكار بمشاركة جمعيات أهلية وكشفيين، وقد قدمت المهندسة الزراعية ميرنا شاهين شرحا مفصلا عن أهمية الأشجار وأنواعها وكيفية الاستفادة منها بيئيا وصحيا. نظم السيد علي الزعبي مهرجان الأعياد في حلب عكار، والذي تضمن معرضا تراثيا ومونة أهالي عكار، كما أقيمت نشاطات متنوعة فنية وترفيهية استمرت لمدى 3 أيام وحضرها حشد كبير من أهالي المنطقة. اعتصام لمنتجي الحليب في البقاع الشمالي احتجاجا على تدني الأسعار ورفض تسلمه من المصانع. بسبب الأزمة التي تطول قطاع إنتاج الحليب، نفذ منتجو الحليب في البقاع الشمالي اعتصاما عند بلدتي اللبوي وعرسال وقطعوا الطريق مدة نصف ساعة. تخلل الاعتصام ضخ إنتاج الحليب على الطريق الدولي والسيارات. منتجو الحليب عمدوا إلى ضخ إنتاجهم على الأرض احتجاجا على تدني الأسعار وتوقف تسلم المصانع بعدما وصل سعر الكيلوغرام إلى 700 ليرة لبنانية. المزارعون طالبوا الحكومة والمعنيين بالتحرك سريعا لإنقاذ هذا القطاع. أسواق تصدير البطاطا البقاعية تضيق وتضاعف أزمة المزارعين، تحقيق يلقي الضوء. على غرار باقي المناطق اللبنانية التي تنتج البطاطا، بدأ موسم جني البطاطا في البقاع، إلا أن المحاصيل الزراعية لهذا الموسم اصطدمت بمعوقات عدة تحول دون تصريف الإنتاج، منها خفض سعر الكلفة، المنافسة الأجنبية، إضافة إلى أن إقفال الطريق بين لبنان وسوريا زاد من تفاقم المشكلة. ما حدا عم يطلع فينا بطاطا، ما حدا عم يشتريها، عم نقيمها ونزتها بالعنابر. يعني نحن عايشين بشريعة غاب ولا عايشين بدولة؟ هل بدنا نفهمها من هالدولة بس؟ رئيس نقابة المزارعين والفلاحين في لبنان إبراهيم الترشيشي أكد أن منطقة البقاع تعتمد في شكل أساسي على إنتاج البطاطا، مناشدا المعنيين المساعدة لتصريف الإنتاج. تعتبر هذه السنة سنة 2014 سنة تنحس على مزارعي البطاطا، سنة مش موفقة حقيقة. من بدايتها كانت الأمور كتير صعبة، فينا نقول غلاوة ارتفاع أسعار الشحن عبر الأراضي السورية ومشاكل اللي تعرضت لها البلدين، فينا نقول أنه الأردن سوق الأردن سكر علينا بكير قبل بوقته، فينا نقول أجارات ارتفعت من لبنان للعراق مثلا ضعفاي ما كانت عليها بالسابق. نشرتنا لهذا اليوم انتهت، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.